على هذه، ولازم نكونوا بعد تحرير الجزائر إن شاء الله من هذا النظام التسلطي، من هذا النظام المتعفن، ننشأ لجنة الحقيقة والعدالة لتبحث ككل البلدان التي مرت على هذه المآسي مثل جنوب إفريقيا ومثل بلدان أمريكا اللاتينية، مرت كلها على هذه المآسي وبعد تحريرها وبعد الرجوع إلى النظام الديمقراطي الحر كونوا أو أنشأوا لجان حقيقة وعدالة. على هذه اللي نقول لك لا منطويش الصفحة هذا بدون فهمها أو نطويها نهائيا، لا أبدا. لكل شيء، لكل حدث حديث إن شاء الله. كل أو جل المعارضين دكتور يقولون بأن العدالة الجزائرية بيد وزارة الداخلية، ولأن هذا صحيح، وكيف سنستطيع تغيير هذا الوضع إذا كان هنالك تغيير في الجزائر؟ يستطيع القاضي من يوم إلى آخر أن يصبح نزيها مثلا؟ معروف هذا من 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 الخاص ومن العام ان العدالة الجزائرية ماهيش عدالة مستقلة، هي مرتبطة بالسلطة التنفيذية. هذا معروف لست الوحيد اللي قالوها محامين، قالوها اختصاصيين في الميدان، ولكن هذه العدالة في هذا النظام من المستحيل باش يتغير في إطار هذا النظام المتعفن، في إطار هذا النظام الغير الشرعي. العدالة ستتغير لما نبني دولة القانون، ودولة القانون تأتي بعد التغيير الجذري والسلمي لهذا النظام. انقلابيو 11 جوان 92 يقولون سيدي الكريم أنهم أنقذوا الجزائر من خطر كان سوف يداهم هذه البلاد، يقولون بأن الإسلاميون سوف يردون الجزائر إلى دولة إسلامية، والكثير من الجزائريين في المنتديات عبر الإنترنت لا يعارضون هذا الرأي، يقولون بأن الإسلاميين كانوا سوف يأخذون الجزائر إلى متاهات شديدة، كانوا يأخذون إلى بلد مثل طالبان ومثل اليمن إلى غير ذلك من البلدان التي تريد إقامة دولة إسلامية. لا، هذا من باب الإنصاف لازم نصحوا بعض الأشياء. أولا، الانقلاب اللي وقع في 11 جانفي 92 ما كانش انقلاب ضد جبهة الإنقاذ فقط، الانقلاب قام ضد الإرادة الشعبية اللي صوتت على الجبهات الثلاث، ماهوش إلا جبهة الإنقاذ اللي فازت في الانتخابات حتى ولدات الأغلبية، ولكن صوتت على الجبهات الثلاث، جبهة الإنقاذ، جبهة التحرير، وجبهة القوى الاشتراكية. جبهة الإنقاذ كانت 300 ألف، جبهة التحرير 1,500,000، وجبهة القوى الاشتراكية 500,000. هادو كلهم جزائريين، والانقلاب قام ضد الإرادة الشعبية وليس ضد الإسلاميين فقط. وهذه مغالطة، هذه مغالطة من طرف أجهزة المخابرات والاختصاصيين في بركة المؤامرات في النظام، ليقولوا بأن الإسلاميين والأخر يحاولوا يغطيوا السمش بالغربال باش يقولوا بلي إن الإسلاميين هم اللي حبوا يرجعونا إلى القرون الوسطى إلى آخره. لا، الانقلاب كان انقلاب ضد الإرادة الشعبية وضد الجبهات الثلاث. هذه لازم نصحوا هذه الغلطة هذه، وما ندخلوش في اللعبة نتاع النظام ليقول بلي الإسلاميين ولا لا. هنالك الكثير من الجزائريين خاصة أولئك الذين ولدوا في أوائل التسعينات لا يفهمون هذه القضية، حبذا لو تشرحون لنا سيدي الدكتور لماذا هذه الجبهات الثلاثة لم تقم بصوت رجل واحد
لتندد بهذا القرار، لتقول هذا غير ديمقراطي، هذا إيقاف للمسار الديمقراطي. لماذا لم تقم هذه الجبهات الثلاثة ضد هذا التعسف؟ لا، في الحقيقة وقعت غلطات في 92، هذه واضحة ما نرجعوش لها، غلطات من الجبهات الثلاث في الحقيقة. ولكن الجبهات، جبهة التحرير نددت بالانقلاب العسكري، جبهة القوى الاشتراكية نددت بالانقلاب العسكري، جبهة الإنقاذ عن طريق عبد القادر حشاني رحمه الله ندد أيضا بالانقلاب العسكري، ولكن وقعت انحرافات، وبعض الإخوان من جبهة الإنقاذ دخلوا في ما يسمى بالعمل المسلح، بالعمل العسكري المسلح ضد الانقلاب العسكري، وهذه نعتبرها غلطة، نعتبر حتى في بعض في البداية كان دفاع عن الذات، كان دفاع عن الذات بعد الاعتقالات العشوائية بالألوف وزجهم إلى 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 مراكز اعتقال في الصحراء وتعذيبهم وتقتيل العشوائي، كان البعض في البداية، ولكن كانت غلطة. أنا نعتبر بأن العمل العسكري كانت غلطة من طرف بعض الإخوان من جبهة الإنقاذ. أنتم تتحدثون عن دفاع عن النفس سيدي الدكتور، لكن أجهزة الأمن الجزائرية أبانت أمام الرأي العام أن هنالك وثائق سيئة أمضى عليها رؤساء إحدى الأحزاب لدفع الناس برفع السلاح ضد النظام. هذا الوثائق موجودة دكتور. كيف هنالك وثائق تاريخية ماض عليها رئيس ونائبه يدفعون بالشعب الجزائري إلى حمل السلاح ضد الجيش الجزائري؟ لم أقرأها يا أخي. هنالك وثيقة للجبهة الإسلامية للإنقاذ تطلب برفع السلاح في حالة عدم الرضوخ لأوامر الجزائريين. لا، لم أسمع بها. لا، هل يعقل سيدي الدكتور أن تكون عدالة مستقلة دون الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية؟ لا، هذا في إطار ديمقراطي، نتكلم في إطار ديمقراطي. لما نتكلم في إطار ديمقراطي وفي إطار دولة القانون، الفصل واضح وبديهي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ولكن في نظام غير شرعي مثل النظام الجزائري، كيف تتكلم عن استقلالية القضاء أو شيء آخر؟ هذا غير 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 عادي. النظام الجزائري الحالي سيدي الدكتور يتخذ من حالة الطوارئ المعبول بها في الجزائر ذريعة لكي ينتهك حقوق الإنسان ويمس بالحريات المشروعة. لماذا الحكومات المتتالية منذ سنوات لم ترفع حالة الطوارئ رغم التحسن النسبي في الحالة الأمنية للبلاد؟ لا، الجزائر لا تحكمها الحكومات، لا تحكمها الحكومات. في الجزائر كما تعلمون كاين سلطة شكلية وهي السلطة الظاهرة، وكاين السلطة الحقيقية وهي السلطة الخفية. السلطة الخفية هي اللي تسير البلاد. الحكومات لا ليست لها أي صلاحية، فهي إلا واجهة سياسية للرأي العام الدولي فقط، وتنفذ قرارات التي تؤخذ من طرف السلطة الفاعلة، السلطة الخفية. وقضية حالة الطوارئ هذا يخدم النظام ويخدم كل أنظمة شمولية، وأحسن دليل هو حالة الطوارئ اللي موجودة عند المصريين منذ اغتيال أنوار السادات، ويستعملونها كذريعة. إذن حالة الطوارئ هي في صالح السلطة الخفية حسب قولكم سيدي الدكتور. من هي هذه السلطة الخفية؟ السلطة الخفية اللي قلت لك عليها من قبل هي الطغمة العسكرية المالية.